صباح الخير يا شباب، النهارده هعيشكم يوم من ايام التجهيز من اول ما بصحى لحد ما انام. انا بطولتي ناقص عليها 14 يوم بالظبط. فايه اللي انا بعمله اول حاجه اول ما بصحى من النوم؟ هو ان انا باخد الفيتامينز بتاعتي. انتظار كده، الفيتامينز اللي انا باخدها اول ما بصحى من النوم عندك ده مغنيسيوم، باخد 2 في اليوم، واحده على الريق وواحده بالليل، وده اكسبيل بيسحب المايه فباخد منه واحده بعد كل وجبه. اوبتيمال من اقوى المالتي فيتامينز اللي ممكن تدخلها جسمك، باخد 2 في اليوم الصبح واحده بالليل. وده كذلك ده ليفر سبورت، حاجات تدعم الكبد والكلى. ده كالسيوم ومغنيسيوم، باخد 2 في اليوم، واحده الصبح واحده بالليل. وده فيتامين سي 2 في اليوم برضو، وده بوتاسيوم 2 في اليوم. وده سيدي فيتامين دي 5000، باخد منه واحده بس قبل النوم. فدول الفيتامينز كده اللي انا باخدهم باختصار. فتعالوا معايا كده النهارده، ايه اوريكم اليوم هيمشي ازاي. انا في العادي اول ما بصحى باخد الفيتامينز دي وبروح العب فاست كارديو 40 دقيقه كده، ايه، وانا ريقي ناشف حرفيا. فالنهارده يعني هيبقى في بلان متغيره شويه، هو ان انا هاكل وجبه الفطار وهروح اتمرن تمرين الحديد قويه قوي الصبح كده اول ما صحيت، وتمرين كارديو 40 دقيقه، لان انا عايز اخلي جسمي ديبليتد قوي. فان انا اوصل لمرحله ان انا ده بلان قوي، بعد كده اعمل ريفيد لجسمي. الكوتش بعت لي الدايت الجديد، فالدايت الجديد ده فيه ريفيد، فانا عايز اوصل لاخر مرحله من الريفيد، من الديبليتد قصدي، عشان لما اجي اعمل ريفيد جسمي يستفيد. زي ما انتم شايفين انا جسمي بيبقى اوت اوف بامب خالص اول ما بصحى، وعظمي بان تقريبا، مش دي خدود يعني اللي انتم متعودين عليها بيها. بس خلينا النهارده ندوس على نفسنا قوي قوي قوي، ونجيب اخرنا خالص، ونشقى كتير قوي عشان نتبل خلاص تمام، ونبدا من بكره نعمل ريفيد بقى ونعلي الصوديوم في جسمنا والكلام ده، فهفوق فوقه حلوه كده. يا شباب احنا دلوقتي بنجهز وجبه الفطار بتاعتي، اللي هي عباره عن 10 بياض بيض و2 كاملين، وحاطط هنا 150 جرام بطاطس اللي انا كنت مقطعها، خدت 150 وزنتهم هنا وحطيتها هنا. طبعا وجبه الفطار لازم افطر الاول واروح اتمرن الجيم، دي البلان اللي انا بتاعت النهارده. بس انا في العادي دايما بتفق يعني مع مطعم، بس زي ما قلت لكم ان النهارده البلان هتتغير شويه، هفطر واروح اتمرن. فطبعا الوجبات بتبقى في الجيم، فعشان كده قلت لازم اعمل وجبه الفطار بنفسي عشان اعرف اكل واروح اتمرن بس كده. فتابعوا معايا، هروح التمرين واصورها لكم كلها. ماشي يا شباب، كده احنا فطرنا غيرنا، حان وقت السبلمنت. تعالوا اوريكم انا باخد سبلمنت ايه الصبح اول ما بصحى. حاجه ده الكرياتين، وده بري ورك اوت، وده جلوتامين، وده اسينشال امينو اسيد اي دبل اي. طيب كده خدنا السبلمنت اللي هي بتتاخد قبل التمرين. ايه طيب المكملات اللي انا باخدها في التمرين نفسها؟ باخد 10 جرام اسينشال امينو اسيد، جرام اسينشال امينو اسيد، هم في كارانتين بس هو خلص، فانا هجيبه النهارده ان شاء الله. بس كده، وعلى مدار التمرينه بخلص المفروض ايه دي، فنحط الميه هنا. دلوقتي يا شباب احنا في الاسانسير، راح دلوقتي عند كراش العربيه عشان ناخد العربيه واوريكم كمان الاجواء عامله ازاي. بس اللي ما يعرفش حاجه في دبي يا جماعه، انا كنت جاي ما اجرتش عربيه، بس كان لازم اجر، كنت بقف بس استنى التاكس، حرفيا بتسلق والله العظيم بتسلق مش مبالغه. فيلا بينا. وال 40 دقيقة يخلص واكل، هموت واكل دي الوجبة يا شباب. بس انا حاسس ان انا عايز ارجع خد الكارديو وقتها، مش عارف اصور. انا لسه صاحي دلوقتي يا شباب، طبعا تعبت تعب جامد قوي 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 في الجيم بسبب الكارديو والمجهود الكتير اللي كان مش
احسن حاجه. ودلوقتي بسخن الوجبه بتاعتي، اسلام بيبقى بيعمل الاكل وانا بجيبه جاهز. فتعالوا نشوف. انا ما عرفتكوش كمان على اسلام، لعب تقريبا لعبت كام بطوله يا اسلام لحد دلوقتي؟ دي هتبقى رقم 16 ان شاء الله. لعب 16 بطوله، فهو ما شاء الله بجد في حوارات التجهيز يعني هو يعني مطلع عيني. يمكن انا ما بلعبش بطولات كتير، بس دي تاني بطوله ليا، بس في تريكات كنت بعملها غلط هو بيحذرني منها. عندكم حسام اهو ناشف، ناشفان قوي جدا، ومع ذلك هتلاقي كل اكله سلطه وحتى الفراخ بتاعته مفيش بدون ملح بدون اي حاجه. فهي الموضوع بيختلف، في ناس تقول لك لا انا ناشف انا هزود، لا انا ناشف انا كذا، فهي بتبقى في اختلافات. هو يعني انت واخرك تجهيزتين كمان يا حسام هتلاقي نفسك كميه الفراخ دي مش هتعرف تاكلها في وجبه. دي تقدر مش هتقدر تاكلها في وجبه بجد. معروق شباب دلوقتي دي الوجبه الثانيه. الوجبه الثانيه عباره عن 220 جرام فراخ وحوالي 300 جرام خضار، يعني كل بقى الاتصالات كده جزر وخيار وبتاع وفلفل الوان وكده. طبعا الفراخ دي ساده خالص، انا بجيبها من المطعم بقول له ما تحطليش عليها اي حاجه، ليه؟ عشان انا اكون متحكم في جرامات الملح بتاعتي. فهنستخدم ده حلو كده. فالشباب احنا دلوقتي رايحين نتمرن، تعالى اوريكم السبلمنت اللي انا باخدها برضو قبل تمرينه الحديد الثانيه. اتش ام بي، جلوتامين، بري ورك اوت، بي سي دبل اي، كرياتين، والال كرياتين خلصت، وبرضو نسيت اجيب واحده ثانيه. دبابه يا حس، اقفل خلاص. طيب يا شباب دلوقتي احنا في السوبر ماركت هنجيب حاجه سر من اسرار العضلات، والله مش بهزر، دي حرفيا سر من اسرار العضلات ومش موجوده في مصر، فتعالى اوريها لكم. لوك 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 لوك، كريم اوف رايس يا جماعه. انت لو دلوقتي عايز في البلان بتاعتك الكوتش كاتب لك مثلا ان انت اليوم كله بتاكل 300 جرام رز انكوكت، ف 300 جرام رز انكوكت ده ممكن لما انت تيجي تعمله هتلاقيه فرش معاك 700 دي هتنفخ لك بطنك، خصوصا لو انت فتره اوف سيزون او في فتره عندك بطوله، فبرضه مش عايز بطنك تبقى انفخ. فلو دخلت ال 300 جرام منه هيلتهم هم، فده كريمي وكمان جلوتين فري مش هينفخ لك بطنك، وسريع للهضم وسريع للامتصاص، الجلايسيميك اندكس بتاعته عاليه، فافضل بكتير قوي. وفي سر تاني من اسرار الدايت، وهي ان بطوله اسلام ناقص عليها 6 ايام، وبصوا بياكل ايه. ماشي يا شباب كده احنا روحنا البيت خلاص واليوم اتقفل على كده، وانا هاكل اخر ميل بتاعتي اللي هي دي، عبارة عن 200 جرام سمك سلمون، وهخش انام عشان العب الكارديو بكره. ماشي يا شباب، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام، لينك الانستجرام بتاعي في اول كومنت، اعمل فولو هناك، بنزل حاجات وستوريات هناك جامده قوي هتعجبكم. هانت هانت هانت، اشرفكم.